طيب نروح الخبر اللي بعده، انه رئيس عبد الفتاح السيسي اجتمع مع طارق عامر محافظ البنك المركزي، وتم خلال الاجتماع ده كان امبارح استعراض اوضاع السياسه النقديه واللي اتخذه البنك المركزي من خطوات للمساعده في تنفيذ الاصلاحات الهيكليه والحفاظ على الاستقرار المالي والنقدي. واشار محافظ البنك المركزي الى التقييم الايجابي لبعثه صندوق النقد الدولي حول برنامج الاصلاح الاقتصادي اللي بتنفذه مصر، وده بعد الزياره الاخيره اللي اجرتها بعثه الصندوق إلى القاهرة. وأكد رئيس البعثة أن الإجراءات اللي اتخذتها الحكومة على مستوى السياسات مستمرة في تحقيق نتائج إيجابية، منوها لاستعادة ثقة السوق وتعزيز النمو وتقليص عجز الموازنة والعجز في ميزان المدفوعات. وكمان أكد محافظ البنك المركزي استمرار التحسن في هيكل النمو الاقتصادي، انخفضت مثلا معدلات الاستهلاك وارتفعت معدلات الصادرات. معانا للتعقيب دكتور هشام ابراهيم، استاذ التمويل والاستثمار بجامعه القاهره. اهلا بيك يا دكتور هشام، صباح الخير طبعا. وطبعا تم استعراض كثير من الارقام الايجابيه والمتطوره يعني المتقدمه في اللقاء بتاع امبارح، ان كان مثلا معدل التضخم اللي بينخفض، ان كان مثلا معدل النمو اللي بيرتفع بشكل ربما لم يسبق منذ 2009 2010 السنه الماليه ديت، وايضا الاحتياطي النقدي لديك ايضا قرب على 37 يعني بالظبط 36.7 مليار جنيه. حضرتك شايف كل الارقام ديت بتودينا لفين؟ صباح الخير، في البدايه تحياتي لحضرتك والساده المشاهدين. بالتاكيد على صعيد اداره السياسه النقديه ومنذ قرار تحديث سعر الصرف في 3 نوفمبر 2016 وحتى الان، النتائج اكثر من ايجابيه الحقيقه على مستوى مؤشرات الاقتصاد الكلي. معدل النمو الاقتصادي بالتاكيد انه خلال العام المالي الحالي 17 18 اتصور انه في حدود ال 5%، وده هيبقى بالتاكيد معدل نمو جيد جدا بالمقارنه مع السنوات السابقه. لكن كمان البعد الاكثر اهميه في معدل النمو الاقتصادي انه تقريبا بياتي من كل قطاعات النشاط الاقتصادي، وده معناه انه الاقتصاد كله بيتحرك مش بس قطاع او اثنين او ثلاثه. نفكر الساده المشاهدين انه معدل النمو الاقتصادي المرتفع اللي حققناه خلال الفتره 2003 2004 2007 اللي كان في حدود 7.1% كان جاي من عدد 2-3 قطاعات فقط مش الاقتصاد ككل. فده عمل جيد ما يتعلق بمعدل النمو الاقتصادي. ما يتعلق بمؤشرات الجهاز المصرفي، قدر السيوله المتاح داخل القطاع المصرفي مرتفع جدا، وده الحقيقه مصدر قوه للبنوك. زي ما حضرتك اشرتي، صافي الاحتياطي من النقد الاجنبي ارتفع، بنتكلم حاليا 36.7 مليار دولار، لكن احنا الحقيقه محتاجين هذا الرقم يتضاعف اكثر من هذا. صحيح انه هذا الرقم بيغطي قدر جيد من وارداتنا، خاصه انه حجم وارداتنا بدا ينخفض في ظل الضبط اللي بيحدث للعجز المزمن في الميزان التجاري، لكن احنا محتاجين نزود صافي الاحتياطي من النقد الاجنبي علشان نواجه انه في قدر من الاستثمارات في ادوات الجنيه العام تقريبا في حدود 19 مليار دولار. هذا رقم مهم انه يبقى افضل منه على الاقل ضعفين او اكثر، علشان ما يواجهناش اي احتماليه لسحب هذه الاموال في اي وقت. الحقيقه ما يتعلق بمعدل التضخم الحقيقه هو انخفض خلال الشهرين الماضيين، ومتوقع له خلال شهر نوفمبر الحالي الارقام اللي هتعلن ان شاء الله يوم 10 ديسمبر القادم، لانه هيكون في انخفاض جيد في معدل التضخم، لانه هنقيس في شهر نوفمبر 2016 اللي هو الشهر اللي حدث فيه تحديث سعر الصرف، وبالتالي صحيح. طب نقطه مهمه ايضا سريعه لو يعني نلقي عليها الضوء، المشروعات الصغيره والمتوسطه دكتور هشام، كان ايضا الاجتماع ده قال انه يبقى في يعني تخصيص 20% مثلا من البنوك من معاملاتها لتمويل هذه المشروعات على الاربع سنوات الجايين لحد 2020. الى اي مدى المشروعات دي بتعتبر هي كلمه السر في الاقتصاد المرحله الجايه؟ بالتاكيد الاقتصاد يحتاج كثيرا لدعم وتنميه المشاريع الصغيره المتوسطه، لانه هي دي اللي هيقوم عليها الاقتصاد. الحقيقه البنك المركزي وضع سياسه للبنوك انه يلتزم خلال اربع سنوات انه يصل بحجم محفظه التمويلات في مجال الاس ام ايز ل 20%، لكن هي ما زلنا بعيدين كثيرا عن هذه النسب، لكن مهم انه الفتره اللي جايه البنوك يزداد نشاطها في هذا المجال. لكن كمان الحقيقه احنا محتاجين نهتم كمان باصحاب المشاريع الصغيره المتوسطه، ندفع من كفايتهم على مستوى
التدريب وعلى مستوى البعد الفني وعلى مستوى التجهيز واعداد دراسات الجدوى وعلى مستوى انهاء التراخيص الخاصه بهم وتجهيز المناطق الصناعيه. اتصور انه كل ده مهم ان احنا نشتغل عليه علشان مش بس المشكله عند الجهاز المصرفي لكن كمان المشكله الحقيقه عند من يريد ان يعمل في مجال المشروعات الصغيره المتوسطه. لكن عايز اكد على انه ما تحقق حتى الان من نتائج على مستوى الاصلاح الاقتصادي هي ما زالت مركزه اكثر في اداره السياسه النقديه. محتاجين مزيد من الصناعة خلال الفتره الجايه. خلينا ناكد على ان معدل النمو الاقتصادي اللي اتفع اتفع بفعل المشروعات القوميه بفعل استثمارات الدوله والحكومه بفعل مسانده القوات المسلحه. لكن الحقيقه اللوم كله لوم على مجتمع الاعمال ورجال الاعمال من القطاع الخاص انه حتى الان الحقيقه قدر الاستثمارات اللي بيضخ فيه شرايين الاقتصاد ضعيف للغايه. بشكرك شكرا جزيلا دكتور هشام ابراهيم استاذ التمويل والاستثمار بجامعه القاهره. صباح الفل عليك.